السلام عليكم. دخل الرسول صلى الله عليه وسلم على مريض يزوره، فقال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. فقال الرجل: طهور؟ بل حمى تفور على رجل كبير تزيره القبور، يعني ما راح أشوف العافية. فقال له الرسول: فنعم إذن، يعني ما تتحدث به عن نفسك سيحدث لك. فأصبح الرجل ميتا. أحد الاكتشافات الهامة في جامعة هارفارد أكدت أن كلامك عن نفسك وتوقعاتك لها دور كبير باللي يصير لك. وللأسف كثير منا مثل هذا الرجل، متشائم من وضعه، يتكلم بسلبية عن نفسه وأسرته وصحته ومستقبله. ما راح يتحقق اللي أبي، حياتي كلها صعوبات، أولادي ما راح يفلحون، ما راح أتعافى من هالمرض، مستقبلي يخوف. الشخص اللي يتكلم بهالطريقة ما يدري أنه يجذب الأشياء السيئة لنفسه، وهذا اسمه النبوءات المتحققة، فالبلاء موكل بالمنطق. أحد الأطباء النفسيين سوى دراسة على مجموعة من الناجحين، ولقى أن أحد الأشياء المشتركة بينهم أنهم ما يتحدثون بكلمات سلبية عن الخوف أو الفقر أو المرض أو البطالة أو القلق. لذلك احذف الكلمات السلبية من قاموسك. أنا فاشل، ما قد صلحت شيء صح، حياتي كلها مشاكل. هالأفكار ممكن تجي لذهني وذهنك، لكن تجاهلها، قفل الباب بوجهها، استعذ من الشيطان، تكلم بالكلمات الإيجابية، تفاءل، مستقبلي بيد الله، الخير كله من الله، أولادي وأنا يبي يوفقنا الله، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، لا يوجد فقر ولا كساد طالما الرازق في السماء، وتذكر أن كلماتك تصنع حياتك. والسلام عليكم ورحمة الله.